اعتمدت الحكومة العراقية برنامجاً واضحاً ارتكز على 5 أولويات أساسية، وهي تقديم الخدمات، مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، معالجة البطالة وتوفير فرص العمل، مكافحة الفساد المالي والإداري، الإصلاح الاقتصادي. بعد عام على تشكيل الحكومة، تم تحقيق إنجازات مهمة وملموسة في مختلف القطاعات. ففي قطاع التعليم، تم حل مشكلة 300 ألف محاضر مجاني وتثبيتهم، إنجاز 387 مدرسة بحلول تموز 2023، والعمل الجاري لاستكمال 324 مبنى مدرسي قبل نهاية العام الحالي، ترميم وإضافة ملاحق وصفوف ل 1076 مبنى مدرسي. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، تم استرجاع مبلغ قدره 182.7 مليار دينار كدفعة أولى، تليها دفعة بقيمة 135 مليار دينار في قضية الأمانات الضريبية، تفكيك شبكات تهريب النفط واستمداد المشتبه بهم في قضايا الفساد من الخارج. وفي قطاع الزراعة، تم تجاوز الخطة الزراعية بأكثر من 7.5 مليون دونم، وتم تخصيص 1.8 تريليون دينار لتسديد مستحقات الفلاحين. أما في القطاع المالي وفيما يتعلق بالاقتصاد، طرح الموازنة الثلاثية تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني BOS. أما في قطاع الطاقة، فتم رفع مستوى إنتاج الكهرباء إلى 26 ألف ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع اتفاق المقايضة بين العراق وإيران لتسوية مستحقات الغاز. كما دخلت 10 مشاريع في قطاع الطاقة حيز الخدمة فعلياً، بالإضافة إلى إنجاز 11 مشروعاً وبدء تنفيذهم. كما تم التواصل إلى اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق. وأعطت الحكومة الأولوية القصوى للمشاريع الاستراتيجية، من أبرزها طريق التنمية وميناء الفول الكبير لتحويل العراق إلى ممر للتجارة العالمية. وفي قطاع الإسكان، تم طرح مشروع بناء مدن سكنية مع تخصيص نسبة 15% من إجمالي وحدات السكن لصالح الدولة. وعملت الحكومة منذ تسلمها المسؤولية على فك الاختناقات المرورية خاصة في العاصمة بغداد، من خلال إطلاق وتنفيذ نحو 19 مشروعاً لتخفيف ازدحامات حركة المرور كمرحلة أولى. وفي قطاع الصحة، تم افتتاح 129 مركزاً صحياً عاماً ومتخصصاً في جميع المحافظات. وفي مجال العمل ومكافحة البطالة والفقر والرعاية الاجتماعية، تم توفير 6000 وظيفة كاملة وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل 1.9 مليون أسرة. لدى حكومة السيد السوداني تصميم جدي على تحقيق تحول إيجابي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين حياة المواطن وتعزيز الاستقرار وتأسيس لعراق قوي يلعب دورا رياديا في المنطقة والعالم.